أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الذي يتبنى نهجا تعاونيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبي لتحقيق المكاسب للجميع. وأوضح شكري خلال لقاء جمع وفد ضم عددا من ممثلي كبريات الصحف النمساوية حرص مصر على تبني سياسة انفتاحية مع جميع الشركاء، مشيرا إلى انخراط مصر الدائم في جهود إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة. من جانب آخر، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات المصرية النمساوية المتميزة وامتنانهم لما لمسوه من حفاوة وترحيب شديدين في المقابلات التي تم إجراؤها خلال زيارتهم للقاهرة.